قاعد يخدم في خدمة كبيرة برشا. دونك معنا بالتليفون محمد تيسير النادي نشر المجتمع المدني. أكيد عرفتوه الاسم هذا في كل مرة ناخذوه بالتليفون، كل مرة يجيب حذانا ونحكيه أكثر على المبادرات وعلى الحملات بتاع النظافة اللي موجودة في الولايات التونسية. متطوعين قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشا. صباح النور تيسير. صباح النور أحلى مستمعين وأحلى مشاهدين في اللايف بتاع الفيسبوك. يا عايش خويا، شنو أحوالك؟ عايش. مرحبا، الحمد لله، لاباس. كالعادة كالعادة تيسير، نشاط وحيوية تبارك الله عليك. يظهر لي التحديات بدأت تكبر وديما قاعدة تكبر معكم أنتم. أي والله في الحقيقة فرحان برشا بعودة الأنشطة البيئية كما نقولوا احنا. كل شيء بدأ يرجع تدريجيا جستوى الحملات البيئية والحملات متاع النظافة قاعدة ترجع بصفة كبيرة برشا. دونك أنا فرحان برشا برشا، وهذه أهم حاجة. الأهم حاجة زادة اللي الأرقام نحكيه عليها، مثلا عم ناول وصلتوا إنكم لميتوا من الأغطية البلاستيكية 14 طن في 6 شهور متاع الأخرانين متاع 2019 و2020. يظل التحدي مازال متواصل رغم التوقف، رغم أنه الحجر الصحي، رغم أنه فما الفيروس متاع الكورونا. هذا هو. أنا نحب نحيي جميع الأعضاء اللي في الجروب مع بعضنا اللي بوشون دامور، اللي الحقيقة متاع ربي كل مره يفرحونا بكميات كبيره من جمع الاغذيه، كل مره يفرحونا انهم يلمدوا معناتها برشا كميات. كما قلت انت في 6 شهور الاخرانيين لمينا 14 طن، هذا رقم هائل ورقم كبير برشا، رقم مفزع، لانه هذيك خطوات نتاع بلاستيك نصور انا التونسيين بنسبه 1 ولا 2% يلمدوا معنا في البوشونات. معناتها فما بالك بالعباد الاخرين قداش نستهلكوا في البلاستيك وقداش نستهلكوا في البوشونات. دونك كما نعرفوا الناس كل، عملنا 4 تحديات قبل، وتحديات كانت كبيرة برشا وكانت متنوعة. هذيك علاش العبيد معناتها قاعدة معانا في الجروب، وهذيك علاش العبيد قاعدة تخدم في خدمة به في الجروب. دونك خاطر التحديات نتاعنا كانت متنوعة. كما نعرفوا الناس كل، شهر جويليا لمينا فيه 1200 كيلوغرام، خدينا به كراسي متحركة ذوي احتياجات خاصة. شهر أوت خصصناه معناتها العائدات معناتها نتاع العودة المدرسية لزوز مدارس ريفية. تحدي ثالث كان كاش حواجز لصديقنا مخترع، عملنا له أمتي بروجي باش يخدم على روحه، وهو معناتها فاقد البصر وعمل أكثر من 30 ديتكتور دوبستاكل للناس اللي فاقدين البصر. حكينا عليه هذا وقتها. هي صحيح يعطيه الصحة. والتحدي الرابع واللي ماهوش أخير، اللي هو مشينا لدار فاقدي السند في بنزرت. كل مرة ولاية وكل مرة بلاصة وكل مرة تحدي، ومعناتها حاجات معناتها مزينة برشا برشا. وهذا نابع من عند المجتمع، معناتها مع عند الناس اللي تحب الخير ومع عند الناس اللي تحب بالحق تقدم حاجة للبلاد هذه. دونك أنا فرحان برشا بالأربع تحديات اللي صاروا قبل، وماشيين للتحدي الخامس نتاعنا بكل روح إيجابية وبكل فرحة وبكل طاقة. معناتها شو نقول لك، أنا طاقة كبيرة ياسر في الجروب ليامات، خاصة تجميعة نابل يعطيهم صحة، مازال كيوصلونا الكميات نتاعهم. نحب نوجه تحية لصديقي أمين فرحات. 24 ولاية قاعدين ينسقوا. حبيت نحكي لك شوية على حملات نظافة، لأنه احنا الهدف نتاعنا كما نعرف الناس كل اللي هو بيئي بالأساس، انه احنا نحافظوا على طبيعة نتاعنا، ننظفوا المكان اللي نمشيه له، حتى كان مش احنا مسخناه العباد فري مسخون نظفوه. مشينا للمنقع، ما نعرفش تعرفها ولا ايه. المنقع هذه تقل شوية تكلسة. اي في تكلسة بلاصة مزينة، بحر مزين على الاخر على الاخر على الاخر. الحقيقة ما تجيبش توصله كم كات فوكات، وإلا تمشي هكا يمشي عندوني معنش انتع 4 كيلومتر باش تلقاه، وإلا فما صديقنا غادي يوفر لك هكا تراكتور ولا حاجة تمشي باش توصل. اي صعيب باش توصلها. صحيح. تلقى روحك مرتاح وحدك في بحر شط فارغ، ما في حتى واحد، تلقى روحك تعوم وحدك بلاج يرج. الحقيقة تفاجئنا بكمية الوسخ هذيك. معناتها العباد يمشيوا غادي ولا يصبوا ولا مصبوا شويه من انه البلديه ماهيش موجوده على عين المكان غاديك، لانه ما تنجمش توفر لك ناس من البلديه يمشيوا كل جمعه ولا كل شهر باش يهزوا الفضلات من البحر هذيك ويخرجوا خط بلاصه. معناتها الاكسي نتاعها صعيب شويه. صحيح. وشويه من الناس اللي يسكنوا غاديك، وشويه من البحاره اللي يخرجوا ويخرجوا ساعات الوسخ نتاعهم، وشويه من الناس اللي كامبيو غاديك يقعدوا يخليوا
معناتها الفضلات نتاعهم ويروحوا معناها. دونك في الحقيقه كميه كبيره من البلاستيك. مشينا احنا مع مجموعه الرحاله ومع ايدوي زاده، مشينا الغاديكا فاجأنا قط كميه البلاستيك. كانت معانا جي سي نتاع تاكلسا، نحب نوجه لهم تحيه، رمينا اكثر من 400 كيلوغرام من النفايات اللي هي اللي قابله للرسكله والغير قابله للرسكله، النفايات العضويه والغير عضويه. في نصيف نهار الحقيقه نتاع ربي الناس كي تشوفهم كيفاش يعملوا حملات نظافه يفرحوا برشا. علاش؟ خاطر تصور تلقى امراه هي ولدها قاعده في وسط وسخ باش تعوم، ولا قاعده في الشط كله وسخ، معناتها حاجه خطيره معناتها، فهمت؟ هذيك يولد لك معناتها برشا امراض وبرشا حاجات. دونك حاولنا ننظفوا ونظفنا اللي نجموا الكل، ومن بعد جاوا جميع دي سي تكلفه بالتراكتور هزوا الاوساخ هذيك الكل. حاجه مزينه برشا والحقيقه عجبتني برشا برشا. والمسؤوليه مشتركه ما بين الناس الكل، ما انت حكيت على عديد الاطراف، المسؤوليه لهنا كي نلقاو احنا سيرتو توا في الصيف، وانت تعرف ولا الناس اللي تعمل لي روندوني وغيره، ماذا بينا الناس الكل تتشارك في النظافه. انت قلت لقينا لوسخ هزيناه، عباد تنجم تمسخ، فما ناس اخرى تنجم تهز، فما ناس عندها الوعي نتاع النظافه. لازم الوعي هذا يكون للمجموعه كامله، للناس الكل اللي موجود في معناتها الاطراف الكل تكون هي مساهمه في النظافه هذيا. هذا هو لانه انت حتى العمليه كي تعملها فما عباد قاعده تعوم يشوفوك كيفاش تلم في الكوبيل، راهو تكون تحسيسيه بالاساس، واش لازم انت راهو تهز ما يراك حد تهز الكوبيل وتروح. تنجم الغدوه دي تلقاها دوبل، اما كي تهز والعباد تخزر لك كيفاش قاعده تهز كيفاش قاعد تتعب باش انك تنظف في السخانه هذيك وتبدا تلم في الكوبيل وفي البلاستيك والوسخ، يولي راعيها يغزر لها بنظره اخرى الموضوع. حتى يحشم حتى باش يطيش قدامك يحشم. حتى في شطوطنا العاديه، انا تو حكيت لك على بلاج بريفي، معناتها بعيد بكل البعد على الاماكن اللي يمشيوا لها الترام في تونس، ولا اللي يمشيوا لها العباد داكسي في ساهل بالكهرباء. انا حكيت لك على بلاصه ما يمشي لها حد معناتها بالكهرباء، معناتها الناس كيفاش، فما بالك في البلايص الاخرين. معناها احنا العمليات نتاعنا لازم تكون تحسيسيه بالاساس. ومن بعد نتعداو الحمله الثانيه اللي عملناها في ولايه منوبه. الحقيقه نتاع ربي هي نداء من تونس كلين اب. صديقنا حسين حمدي نوجه له تحيه كبيره برشا، قاعد يخدم في خدمه مزينه برشا برشا. دونك عملوا حملات اكثر من 30 حمله نتاع نظافه على تونس كل. دونك احنا اخترنا نكونوا في منوبه بحكم اني نسكن غاديكا قريب شويه. فما المسلك الصحي اللي هو انا نقول عليه مسلك غير صحي، معناتها بالحق مسلك غير صحي للوليدات الصغار باش يلعبوا بيه في العشيه ولا كذا، معناتها كله اوساخ، كله بونتات نتاع دخان، كله معناتها تنجم ينجم يكون كل شيء الا مسلك صح. والله العظيم والله والله، وهبطت انا تصور دي جاو تبارتاجيو معناتها. معاش كان تنجموا تشوفوهم في اللايف تاور. بالحق مسلك غير صحي، العباد دي بصغارها باش تتفرهد في العشيه وكل شيء، تلقى معناتها روايح وتلقى معناتها بلاصه غير عاديه. دونك حاولنا ننظفوها وربي وفقنا ونظفناها مع برشا مجموعات اخرين. وحبيت نحكي شويه على البوشون دامور والتحدي القادم نتاعنا. دونك التحدي القادم نتاعنا اللي هو باش نعملوا دي بتي بروجي لنساء جامعات المحار اللي الناس كلنا احنا نعرفوهم ما بين الساقس وما بين جيبس. كما تعرفوا كل المعامل الكيميائيه اللي موجوده غاديكا، اللي التلوث اللي قاعده تسبب فيه وكل شيء. دونك النساء هذوما قاعدين يجمعوا في الكلوفيست اللي هو كيما احنا كيما البابوش اللي عندنا احنا، يجمعوه هذاك ومن بعد يتباع. بسبب التلوث الكبير من المصانع هذوما ما عادش موجود هذا وقل على الاخر. دونك النساء هذوما لقاو رواحهم ما عادش يخدموا كل شيء. دونك باش نحاولوا نوصلوا لهم، هو تحدي اقتراح من صديقتنا بسمه اللي هي منسقه الفقس. دونك باش نوفروا لهم مواطن شغل صغيره، مثلا فما عائله باش ناخذوا لها عندها دبلوم، مراه عندها دبلوم في الخياطه باش ناخذوا لها ماكينه نتاع خياطه خاطر هي رجلها متوفي وعندها زوج صغيرات. فما عائله باش ناخذوا لها كوفوز نتاع تفقيس نتاع العظم اللي هي عندها ناس ذوي احتياجات خاصه في دارهم. فما عائله اخرين باش نحاولوا زوج عائلات باش نشريوا لهم هكا شويه كل نعاج ولا غنم شويه هكا، معناتها اللي نجموا عليه يعني. اللي تقدروا عليه تنجموا تعاونوا به العباد هذوما. يعطيكم الصحه. تيسير خلينا نختم معك، الوقت يزرف فينا، نحكيو على مهرجان البيئه، يظل مهم برشا زاده مع الحملات التحسيسيه مع الحملات نتاع النظافه، يكون فما انشطه هادفه يجتمعوا فيها العباد، والاكيد باش توصلوا بها عديد الرسائل. هذا هو
مهرجان البيئة أون زيرو فيست. المهرجان هذايا معناتها مهرجان البيئة العام والثالث اللي هو تقام معناتها في المرسى. معناتها الافتتاح نتاعو في دار المرسى وتقام على شاطئ المرسى. الحقيقة نتاع ربي فما برشا أنشطة ثقافية مزيانة وبرشا عروض ثقافية اللي هما حضروا معانا كيما احنا صديقنا حكاواتي ويعمل في عرض مسرحي بالبلاستيك بالدفز نتاع البلاستيك وعلى الخطورة نتاع البلاستيك اللي هما مكانهم الطبيعي ما هوش في الكياس وما هوش في الغابات نتاعنا وما هوش في البحورات نتاعنا. مكانهم الطبيعي انهم يمشيوا للرسكلة ويتم اعادة تدويرهم. وكان عرض ممتاز على الاخر وجاءوا برشا صغيرات حضروا للعرض وكانت عملية تحسيسية كبيرة برشا. وبعد ذلك فما تونيزي ريسكلاج هذا موجودة غاديكا وحكيت برشا على الرسكلة خاصة نتاع النفايات في البلاستيك ولا باللار ولا الديكارتون. وإحنا زادة بوشون دامور كنا موجودين غاديكا وبرشا ناس قاعدين يدعونا بالخير وبرشا ناس عرفوا الحملة وخاصة من كل البقاع اللي موجودة في تونس وقاعدين يخدموا في خدمة مزينة برشا ونحب نشكر برشا إدارة المهرجان اللي هي شعلت معنا واستدعتنا وقالت انتوما مكانكم هوني وفي العمليات التحسيسيه وبرشا ناس جابونا دي بوشون وقتها ونحب نقول لكم راهو تو مازلنا قاعدين كنا عم نقوموا بعمليه التنسيق وراهو مازلنا مواصلين ان شاء الله. فما استيماسيون تاع 10,000 كيلوغرام من البلاستيك ان شاء الله في الست شهور هذوما رغم الكورونا معناتها كل شيء مازلنا كي رجعنا تو عندنا جمعتين للتنسيق وناخذوا في لي بوشون. العباد ما توقفتش عن جمع الاغذيه البلاستيكيه حتى في ديارها قاعده تجمع مش قاعده تتحرك وتعمل حمله نظافه تو رجعنا حمله نظافه اما في ديارها قاعده تلم في الاغذيه البلاستيكيه. ونعرفوا اللي التونسي راهو استهلك برشا دباب زمان سيرتو في الفتره اللي فاتت وبرشا بلاستيك ديجا وقعد في الدار. وي حتى في الصيف نستهلكوا برشا ماكس كان ترى تو في الشارع تمشي تلقى برشا دباب زمان طايشين وكل شيء. دونك الناس قاعده تتلم في لي بوجون هذوما وكيما قلت فما استيماسيون تاع 10-2 ان شاء الله نرجع لك بعد التحدي نتاعنا ونفرحك بالنتيجه ونفرحك زاده بالتحدي اللي احنا قمنا به على اكمل وجه وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. شكرا لك بارك الله فيك تيسير ان شاء الله بالتوفيق ليك وللمتطوعين الكل والناس الكل اللي قاعده تخدم سيرتو نحكيو على النظافه نحكيو على البيئه اللي هو موضوع مهم برشا في بلادنا وحتى في العالم وقاعد يقراو له في برشا حساب. دونك هذايا من المواضيع اللي اصبحت اليوم يتحكي عليها برشا حتى في المواقع العالميه نحكيو على النظافه نحكيو على البيئه الريسيكلاج وغيره. ان شاء الله يكون فما وعي كبير من ناحيه العباد اللي قاعدين يسمعوا فينا سواء كنتوا في دياركم في كرهبكم في الشطوط في اي بلاصه ماذا بيكم اي حاجه تستعملوها من البلاستيك تحطوها في بلاستها هكاك نستنفع الناس الكل واكيد تستنفع البيئه اللي هي اهم حاجه وتكون شطوطنا مزيانه ونظيفه كياساتنا كيف كيف وديارنا في كل بلاصه من بلادنا المزيانه. شويه اخر ترجعنا امل في كورونا في العالم نحكيوا على اللقاح في الصين شنو هي الاخبار نتاعو نحكيوا زادها على اهم الارقام العالميه.